في الحقيقة اليمنيون ربما يجدون أن الطرف الأوروبي أكثر ثقة لعدة لمجموعة من الأسباب. أولا، ليس الأوروبيون شريك فاعل في عملية التنمية في اليمن. الناحية الثانية، نلاحظ الآن الأوروبيون ربما ماسكون العصا من الوسط، لم يميلوا إلى أي طرف من الأطراف. إضافة إلى أن الأوروبيين تاريخ جيد من العلاقات مع اليمنيين، وربما لا يسعون لجعل الملف اليمني ملفا سياسيا بعكس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ترى بأن الملف أو التعامل مع جماعة الحوثي هو أحد الملفات الأساسية للتعامل مع الملف الإيراني. لكن قدرة الأوروبيين أو فاعلية الأوروبيين، أنا أعتقد باعتقادي هذا الأمر ربما يأتي من خلال توزيع الأدوار بينهم بين الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. وكما أن الأوروبيون ليسوا كتلة واحدة، نحن اليوم ننظر إلى بريطانيا كطرف، ننظر إلى الاتحاد الأوروبي كطرف آخر. وخلال الفترة الماضية كان هنالك تنسيق، سواء المبعوث البريطاني السابق ثم الآن المبعوث السويدي. لكن إلى حد الآن ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية داخلة بقوة، وعينت مبعوثا خاصا لها في هذا الشأن في اليمن. أستاذ توفيق، بعد زيارة الوزيرة الهولندية إلى العاصمة المؤقتة عدن، هل نشهد تدخلا أوروبيا واضحا لا سيما في ملف الناقلة صافر؟ اليوم الأوروبيون يعني صوبوا أعينهم نحو اليمن لأسباب ربما متعلقة بدرجة أساسية بالأزمة الأوكرانية أو بأزمة الطاقة اليوم التي يشهدها العالم. وهنالك تحليلات تتحدث حتى عن أن المعركة بين قوات الشرعية الأخيرة في شبوة كانت من أجل تسهيل عملية تدفق الغاز إلى الأوروبيون. ونحن ندرك أن اليوم شركة توتال هي الشركة الحائزة على حقول النفط وعلى الغاز داخل اليمن بدرجة أساسية. اليوم ملف الناقلة هذا ملف طويل، يعني اليوم ربما تمضي السنة والسنتين والمجتمع الدولي يتم التفاوض حول هذه الناقلة. إلى حد الآن يتقدمون خطوة ثم يعودون للوراء مجموعة من الخطوات. لكن باعتقاد اليوم يمكن أن نرجع أسباب الاهتمام الأوروبي بدرجة أساسية إلى أزمة الغاز التي ظهرت إلى السطح بسبب الأزمة الأوكرانية. ماذا عن التنازلات التي يطالب بها المبعوث الأمريكي تيم لاندر كينغ طرفي النزاع بتقديمها؟ من سيكون البادئ؟ أنا باعتقادي الأمر ليس متعلق ببادئ، لكن المتعلقة هل هنالك خطة أو حزمة متكاملة لإيجاد هدنة يمنية شاملة وذات بعد إنساني يستفيد منها كل الأطراف. الهدنة التي وقعت في إبريل وإلى حد اليوم يتم تمديدها، هذه هدنة أنا باعتقادي هشة، ونحن اليوم نعمل على إصدار تقرير مثل هذا الأمر. يعني نتصور أن الانتهاكات ما زالت مستمرة خلال فترة الهدنة، هنالك أكثر من 120 حالة انتهاك في محافظة تعز فقط، الطرقات ما زالت مغلقة، الأزمة الإنسانية ما زالت على كما هي، لا يوجد أي طرف ضامن، لا توجد لجنة مراقبة. وبالتالي أنا باعتقادي من سيتقدم من الأطراف بالتنازل هذا مرهون بخطة متكاملة وشاملة، وأيضا طرف ضامن لهذه الهدنة. شكرا جزيلا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب من فيينا، شكرا جزيلا.